يا بغلطي بغلطي سأمسك بك. لا لا أين أنا؟ صحيح، بناء على ملاحظاتي هذه هي المرة 12 التي يجعلنا فيها زيدون نخسر المباريات. كيف تقذف نفسك بعيدا عن الكرة؟ ولكن ماذا قل؟ توقف يا سامي. أنا مستاء. اذهبي من أجله ديما، أنا أعرف أنك تحبينه. تحبه؟ اثبت أنت. تحب زيدون الخاسر؟ سامي. لقد عدت. اهلا. ما بك؟ لقد خسرت. هذا سيء. لا احب الفشل. لا تندم على شيء. انا فاشل. لقد سمعت صوتا. لا شيء هناك، هيا قم بعمل واجبك. حاضر. حاول تنظيف حجرتك واستعد للطعام. حاضر. فكرة. سأقوم بالحصول على العلامة العليا. حسنا، لقد فعلتها. لقد جاء الجزء الخطر. فعلتها. حسنا. نعم لقد نجحت، أصبت الهدف. أعرف، شكرا لك. أعرف. من تحدث معي؟ لا لقد فشلت. لا تحزن يا صديقي. من أنت؟ أنا سنبل. أنا صديق. اسمي زيدون. أنا أهلا. انتهيت. إنها شهية رائعة. سأنادي زيدون. أصدقاء. هل جئت حقا من خارج هذا المكان؟ لا أعرف من أين جئت. كيف دخلت إلى هنا؟ الطعام جاهز. لقد كنت أطير وفجأة وجدت نفسي هنا. عرف.
وتجد صعوبة في العودة إلى البيت. صحيح. أمي؟ أمي هذا جاء. أمي أنا سنبر صديق. أهلا. يا صغيري ثيابك تبدو مبتلة. أجل سقطت في النار. يا إلهي زيدون اذهب وجهز الحمام. حاضر. والآن اخلع ملابسك هيا. لقد عدت. أشرب الدفء. رائع. شكرا لكما. والآن سنبل لا تخرج بهذه الملابس المبللة. حاضر. ما هذا؟ أبي؟ أهلا يا عزيزي. أهلا أنا سنبل. مرحبا. أبي سنبل لا يعرف كيف يعود إلى بيته، هل يمكن أن يبقى معنا؟ أرجوك. نعم أهلا سنبل. شكرا يا أبي. أليس هذا عظيما يا سنبل؟ الطعام جاهز هيا لنأكل. هيا. هذا الوسع من أجل سعادتك يا سنبل.